فضلي أجري. لا أدري ما حالي أنا، احترت في أمري، لا أدري في جسدي دم أم حنظل يجري. من لي من لي بمرآة أرى فيها ابتسامة وجهي، من لي من لي بمرآة أرى فيها ابتسامة وجهي. كل المرايا كل المرايا تظهر الدمعة من قهري. يا حلمي الغافي على الشرفات، أطلقني من سردابي، حررني ولو لحظات. لا تحتضر يا حلمي الغافي على الشرفات، أطلقني من سردابي، حررني ولو لحظات. لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري ما حالي أنا، احترت في أمري. طب ليش؟ خلص حاج تعزبي ردي. خلاص خلاص، والله متمنية اكبس زر لاقي حالي بغير هالدنيا ومع غير كل هدول الناس، ما عاد بدي لا يلي بيحبني ولا يلي بيكرهني. حتى انا ما عبدك يعني؟ معقولة تكون قصة العريس كذبة لتخليني اطلب منه الزواج؟ وإذا كانت ما عم تكذب، طيب أنت قادر تستغني عنها؟ يا ترى بعد 5 سنين على أنت بتحبها ولا مجرد أنك تعودت عليها؟ وعلي كمان ما عم يرد، بيكون زعلان. بكرة بيروق وبيرجع. وين بده ينام يا ترى؟ وين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب يا رب. أمي شو؟ لا تخافي، بيكون نايم عند شي حدا من رفقاته، أو بتعرفي بجوز ساعد زمان يرجع. أمي بتعرفني رقم غازي هذا شغيل الورشة؟ منين بدي أعرفه؟ أكيد أبي بيعرفه. هلأ اتركينا من سيرة أبوكي، أصلاً أبوكي مو متحمل حدا يجيب له سيرة راغب. يلا أمي، راغب ماله ولد، زعلان شوي وبكرة بيروق. لك يا ماما مو قصة زعلان ورضيان، ما بدنا نعرف وينه، بلكي حدا خاطفه.
لك بركي صاير له شيء، ما نكون سمعانين صوت الدج اللي برا. امي راغب عند غازي حلنا نحفظها. انا بدي نام. تصبحوا على خير. انت من اهله وانت بخير امي. امشي ماما امشي. شوفك يا ماما مش وصافني. عم فكر بالناس اللي بعرفهم. عم بسأل حالي يا ترى مين ما عنده هم. ما حدا يا أمي ما حدا. الناس كلياتها صارت همومها أكثر بكثير من راحة بالها. وأنا هيك رح تكون حياتي؟ ما بصير كون استثناء لهالقاعدة؟ كثير شغلة صعبة أعيش حياة بسيطة بس بدون هم. الله يبعث لك ابن الحلال اللي يريح لك قلبك وخاطرك. أمي ليش دائما بتربطي راحة بالي والعيشة المرتاحة بابن الحلال؟ أنا ما بصير أعمل شيء لإلي لنفسي من دون ابن الحلال؟ ما بعرف ما بعرف. أمي الله يرضى عليكي ردي دقي له لراغب. هاي الموبايل تسلفي أنت. أنا فايت أنا تصبحي على خير. وأنت بخير ماما. لا تضغطوا على نورة بموضوع زواجها من راغب، خلوها هي تقرر. ليش نحن قدرانين نضغط يا أستاذ؟ إيه نحن مو عارفانين شو بدنا نساوي بحالنا. لا تساوي شيء، خلوها تدرس. الأيام كفيلة بحل كل شيء. إيه بس والله الحل اللي اقترحته مرتك كان منيح. بس الله يسامحها نورة، ما قبلت. حل شو؟ ما قلت لي. ولا شيء. هي شغلة صغيرة. بتحل المشكلة بس نورة ما وافقت ومشي الحال عن إذنك. لحظة أبو صبحي، قلتي لي مرتي شو عم تقترح؟ هي شغلة صغيرة وما فيها شيء وبتصير. شغلة شو؟ عملية صغيرة. عملية؟ ايوه هي خلينا نشوف هذا الملف. رجع وقف السيستم على الكمبيوتر. ان شاء الله بيخرب كلياته كمان، اصلا ما خرب بيتي غير سيستم هالحاسب. اهلين جهاد، شو في شيء جديد عند المحقق؟ ولا شيء، سؤال وجواب مثل العادة، ما في شيء مهم. يا جماعة مو ملاحظين انه المحقق ما عاد طلب ولا واحد فينا غير جهاد؟ شو هالحكي؟ لتكون اشتقت له مثلا استاذ وائل؟ لك انا ولا مرة شفته لهالمحقق ولا صادفته بالكوريدور. لانه هو بيفوت على المكتب وما بيطلع منه ليطلع روح الموظفين كلها. خلينا نعمل له اعادة تشغيل بركي بيزبط. ولاحظت وائل مزبوطة. ما عاد طلب حدا غيري من الديوان. مع انه قال لي ما عاد يطلبني إلا للضرورة. تقبرني يا أمي، حرارتك كتير مرتفعة. أحسن شي دق للدكتور أخذ موعد. وبركة عمو أحمد ما وافق. وشو دخلوا عمو أحمد بهي القصة؟ أنت دام تتصلي فيه عشان تاخذي إذن قبل ما تعمل أي شغلة. رأيت؟ هلأ إذا عمو أحمد طلب إيدي للزواج شو بيكون رأيك؟ يا لطيف كلها. طيب إذا حدا تاني؟ حدا مين؟ حدا؟ أسوأ شغلة بتعمليها فيني وقت ما بتردي على اتصالي. أنا بعرف إنه أهلك ممكن يكونوا جنبك وما فيك تردي، بس طب على القليل بعتي لي مسج قولي هذا الزلمه مشغول باله طمنيني. شبك نورة ليش ما عم تردي؟ راغي نحن لازم نترك بعض. انت شخص منيح وانا ما بناسبك. انت اكثر وحده بالعالم بتناسبيني، بعدين يا ريت ما
ما تجاوبي عني، انا بعرف كثير منيح مين بيناسبني. اصلا انا قررت اني كمل دراستي وبدي فوت على الجامعه. وعد وعد شرف وحياة الله، رح خليكي تكملي دراستك. بعدين انا شو بدي احسن من انه تكون مرتي، دارسه ومتعلمه. طيب جاوبني بصراحه، فتحت الموضوع مع اهلك شي؟ سالتهم؟ هلا 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 اختي وامي بدهم اياكي وموافقين، بس ابي لسه ما اقتنع، بده يعني يتزوج وحده من الضيعه. ومن هالحكي بتعرفي هدول الكباريه وكيف بيفكروا. معناتها لا تتعب حالك ولا تزعل ابوك، اعمل يلي بده اياه. شبك 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 نورا، يعني كأم عم تدوري على حجه لتتخلصي مني او شبكي؟ كنتي تحبيني، شو صار لك فجاه؟ يعني فهميني شبكي. خير معلم. اهلين ابو صبحي، وينك لهلا؟ سلوان سال عنك مرتين ثلاثه. مو مشكله ولا يهمك. السيد الوالد مكتبه؟ شو بدك بالسيد الوالد؟ ولا شيء، يعني حابب اتعرف عليه شوفه، من وقت ما جيت على المعمل ما شفته، بعدين حابب اخذه اخر وصديقه. وعك تجيب سيد سهرات معه؟ ولو يا زلمه، الليله اسرار. الله يسامحك. ولو ابو صبحي بتعرف قديش الساعه؟ ايه بعرف. وعندك سبب منطقي لتأخيرها؟ والله ظروف عائلية. لو سمحت بتمر على غرفة المحاسبة بتاخد أجرة اليومين وبتدور على شغل تاني. أكرم موانعي. يا لطيف، قديش في فرق بين نفسيتك ونفسية أخوك؟ إيه بده 60 كيلو ليمون ليجيبوا له قابليته. شايف؟ بس أنت كمان زودتها. شو مفكر المعمل قطاعة؟ بسيطة. هلا أنا رح أشوف سيد الوالد، بس خلينا على اتصالها. يلا بخاطرك. شو الموضوع؟ الأستاذ سلوان صرفوا لأبو صبحي من المعمل. ولي ليروح على شغلي بلا ما يشوفني واقف معك. هلا ولا كنت فيه على هالمعمل، شو ما ضل في راس ولا معلم غير سلوان. فيه موظف أو كنت موظف عنكم، بس قبل ما أمشي حابب هيك أحكي معك كلمتين على جنب. يعني بفهم من كلامك إنك تركت الشغل. هلا كنت جاي اتركه، بس المعلم سلوان سب علي وصرفني. اول ما كثير فرقت معي. المهم مو جاي مشان هيك. المحاسب ما صفى لك حسابك. معلم انا جاي مشان قصه ثانيه. بشوفني خدمك معلم. هلا انا ماني موظف عنكم، بس الشهاده لله، حابب اكسبك اخا وصديقه. ما عم بفهم عليك. يعني جاي اعزمك على سهره هيك من اللي بحبون قلبك. سهره شو؟ هلا انت فصل ونحن بنلبس، واللي بتأمره خدامين هالشوارب الحلوه. هلا اسمع لك، بدك بيت فيه، بدك شقه فيه، لطوه مرتبه هيك تشنش لك من فوق لتحت. مين في عند بابا؟ على برا. انا عم بعزمك. طول بالك طول بالك، عم نحكي معك مشان سهره مرتبه. انت شو عم تعمل هون؟ أنا ما قلت لك بتمر على المحاسبة بتحاسب وبتنصرف أوراق؟ لك أخي إجينا وطلبنا رضا الوالد وعزمناه على سهرة، ليش ولع هيك؟ أنت ما بتفهم ولا؟ طاع! وحياتك أنا اللي بفهم، وإذا مالك مصدق اسأل الأستاذ جلال ابنك وهو بيقول لك، وساعتها يمكن تغير رأيك. لا تتردد واتصل فيني. ها منى، اطلبي الشرطة. نعم وأكرم. لا أخي نحن نمشي لحالنا. خيرا تعمل شرا تلقى. السلام عليكم. شو هاد؟ شو هاد؟ حتى ابنه ما بدي اياه بالمعمل، قلعه وبعطيه ورا جلال. تفضل. ما جابالي. ليش؟ هاي البوزة عفريز انت كتير بتحبها. ليش بدي اكلها؟ اذا بعد شوي حاستفرغها. هذا الحكي مرفوض إلا إذا كنت حابب ترجع المستشفى ونعلق لك سيروم.
الرياح. انتو ليش عم ترجعوني على البيت؟ ما بعرف. وعد، الروح على المستشفى ما عادت سهلة مثل الأول. أصلاً أنت بتعرف وين المشكلة؟ لا ما بعرف. يبدو أنه مالك حابب تطيب وترجع مثل الأول. والله حابب طيب، بس والله مليت، طول المرض كتير. هاها، المهم أنه أنت مقتنع أنه بدك تطيب، صح؟ يلا لشوف لكان كلي هالبوزة هلأ، بدي معنوياتك تكون غير شكل لأنه بكرة عنا جرعة. صحتين يا ميت. أهلا وسهلا. يسلموا إيديك. وإيديكي. تفضلي. شو هاد؟ بوزة؟ بتعرف؟ أخواتك صاروا عم يغاروا منك. عم بيغاروا مني لأنه معي السرطان؟ لا يا أمي، أنا مو هيك قصدي. هو وعد لأنه عرفان حاله بده يطيب، عم يتدلل علينا، خايف ما نرجع ندلله مثل الأول. بكرة بس طيب ما بعرف شو بده يساوي فينا. عن جد أنا قرب الطيب؟ عم بسألك وجاوبني. هاي السهرات اللي أبو صبحي عم بدعيني عليها، كنت تروح معه؟ ايه نعم كنت أسهر. شرف سلوان أفندي، وعم بيحكي بكل ثقة. ما بعرف وين المشكلة بالسهرات يعني. لك أنت بدك تجنني؟ كل يوم لك قصة، فهم؟ أنت بتعرف شو من وراها هي الروحات على الكباريهات وبيوت الدعارة؟ ولا خلاص أخذت رجلك على الشرطة كل يوم والتاني؟ ما تعودت، بس أنا من حقي أجرب وشوف. هي التجربة اللي عم تحكي عنها شيء، والإدمان على الطريقة من الحياة شيء تاني. هي الطريقة الوحيدة اللي بتخليني أطلع من الملل اللي عايش فيه. الطريقة الوحيدة. عود. عود. احكي من شو مالي؟ شو ناقصك؟ اسمع، انا كأب شيلني عشانك، حكيني كصديق. شو؟ كل شي بحياتي بملل، كله ملل بملل. في الصبح بدي اهرب من البيت، بيجي على المعمل نفس الناس ونفس الشغل ونفس العد. بهرب من المعمل برجع على البيت، بشوف امي قاعده وحاطه ايدها على خدها وصافنه بالحياه. سوسن حاملة كياس الشيبس وبدها تنحف وبدها تلاقي عريس. الأستاذ سلوان ليكو مشغول بشلته العظيمة. أنت ما بعرف ليش عم تسألني أصلاً، تجي على البيت لحتى تشرب وتاكل وتنام، وبعد كل هاد بدك تحاسبني؟ ما بشوف أي مشكلة بإني روح تدور على طريقة أعيش حياتي فيها. شوف حياتي أنا. بس أنا جلال ما طلبت منك لا تنحبس لا بالبيت ولا بالمحمل، بس هاي الحياة اللي اخترتها أنت غلط. والله حاجبها يا بابا، وين بدي روح؟ صيع بالشوارع، روح على المكتبات العامة والمراكز الثقافية. أنا ما صدقت إمتى خلصت من المدرسة، شو أعمل؟ بس في أماكن تانية محترمة كان ممكن تقعد فيها. أنا بدي روح شوف عالم طبيعيين، عالم عايشة، تاخذ وتعطي معي، تضحك وتنبسط، عالم عايشة يعني. ليش هيك جلال عنده هالإحساس بالوحدة؟ هذا الولد ضايع، لازم لاقي له طريق. لهون وصل أزا؟ ليش أنت شو دخلك ليقلعوك من المعمل؟ لك أمي شلون شو دخلني؟ ما ذنبي إني ابنه؟ تعرفي أمي؟ والله بحياتي ما حبيته لأبي، لكل مشاكل الدنيا من وراه. خلاص، أنا بكرة بحكي مع سوسن وخليها تفهم أبوها إنه أنت غير أبوك. لا أمي، لا تكسري نفسك لحدا، أنا من بكرة بدي أرجع على أفعالي. لك أمي إذا مشان قليل الأصل كسرت نفسي، مشانك ما بدي أكسر نفسي. طيب أمي، اسألي له الأستاذ زهير بلكي بوصفه بالمديرية. آخ يا أمي آخ، شو مفكرة الوظيفة سهلة؟ بس خلاص بكرة بحكي معه. كيف بتقترحي على نورا هيك عملية؟ كيف بتخطر على بالك هيك فكرة؟ كيف فكرتي بهي الطريقة؟ نحنا بدنا نعلم الناس الكذب والغش والخداع، نحنا يا انعام. كل هالواقع المليان كذب وغش ما رح تخربه كذبة نورة، ما هو خربان اصلا. انعام، انعام انت عم تحكي هيك؟
بدك تساعدي نورا، علميها شو الصح وشو الغلط، علميها كيف تكمل دراستها وتتعلم، مو كيف تحتال على الإنسان بدها تتزوجه. شو صار بالدنيا؟ شو صار؟ معقولة أنعم أنا أحكي معك أنت بهالطريقة؟ خلي هالبنت تتزوج الشاب اللي بتحبه وبيحبها، خليها تفرح يومين، لأنه ما حدا ضمنان بعدها شو بده يصير. شو بده يصير يعني؟ سرطان. إذا مو مثل اللي معي، مثل اللي عم نشوفه بالأخبار. إنعام أرجوكي لا تحكي بهالطريقة. الشرف مو قطعة غيار قديمة بسيارة عتيقة نفكها ونركبها على كيفنا. إنعام كأنك مو أنت. شو صاير؟ يلي فهمته من غازي إنه امبارح ابنك كان نايم عنده بالبيت. لا، كل شيء إلا غازي. ينام بالشارع ولا ينام عند هذا اللي اسمه غازي. ليش ابو غازي؟ يا ريت يتعلم منه شلون يدير باله على شغله، ونحن بألف خير. اتصل بغازي، خليه يعطي الموبايل لراغب وحاكي. يعطيك العافية أبي. أهلين أبي. كيفك أمي؟ تمام ماما. أبي، على حد علمك نورة من بيت مين؟ ما بعرف. ليش عم تسأل؟ ما بدنا نعرف أهل البنت اللي ابنك مستقتل على ما يتجوزها. ما بدنا نعرف أصلهم وفصلهم بيت مين من عيلة مين. إذا نوينا نخطب له إياها. وليش حجزوا لك البراد؟ قصة بتضحك. قال شو خزان المازوت معدل. شلون يعني معدل؟ يعني بيكبروا الخزان مشان يسع مازوت أكتر. وإذا مكبر وين المشكلة؟ لك ما في مشكلة، بس بيكبروه مشان يعبوا مازوت من سوريا وما يضطروا يعبوا من البلاد اللي بيسافروا عليها إلا إذا احتاجوا. قال شو المازوت بسوريا أرخص. أوف، وليش أرخص؟ ليش ما عرفوا إنه لتر المازوت عنا صار أكثر من 100 ليرة؟ بعدين شو أنت مكبره للدبه؟ هلا أنا بدي كبره للدبه، أول مرة بسمع بكل القصة. أيوه، أصبح الحق على المكتب، كان لازم ينبهنا. طيب شو الحل هلا؟ والله شغل تعويصة، لازم آخذ البراد على شي ورشة يرجعه مثل ما كان، بعدين بتجي لجنة بتكشف عليه. والأهم من كل هاد وأول شي لازم أدفع الغرامات، بعدين بفكوا الحجز. همالة هم جبنا لك. ايه سليم وينك؟ ايه ايه يلا ما اترك. ليكني ليكني يلا. اهلين استاذ جهاد. اهلين سليم. خير؟ شو في؟ اتصلت فيني أكثر من 10 مرات. شو صاير عم تتقلي علينا؟ لك يا أخي قلنا لك خلينا نخفف هالفترة بس على بال ما يخلص التحقيق. قل لي شو بدك؟ أساس الحكومة ما عندها شغلة وعاملة غيرنا لحتى تراقبنا. يا أخي كل شي بصير، كل شي بصير. ماشي، أول شي بدي 1,000,000 ليرة. ثاني شي هذا المحقق صاحبك بعد ما دفعنا له 200,000 صار شغلته وعملته أنا. معناها هذا المحقق عم يحوص على دفعة ثانية. والله أنا ما شفت نتائج الدفعة الأولى لأعطيك الثانية. طب قل لي أنا شو طالع بيدي؟ شو ممكن أعمل يعني؟ والله بدك تعمل، لأنه إذا وقعت ما رح أوقع على حالي. حبيبي أنا ما في شيء بيثبت إنه إلي علاقة بكل شغلك. بعدين حاجتي اللي بدك توقع، وين بدك توقع يا أخي؟ هلا مين فاضي حاسبك على كم رخصة مزورة؟ أها، بلشت تنكشف الوراق الأصلي. جهاد لا تجذبها. أنا عم فهمك شو سقف مشكلتك إذا كبرت أكثر من هيك. بعدين اسمع، إذا بدك تهددني بتكون عم تجني على حالك. عم اجني على حالي؟ ولك يا فهمان، إذا وقعنا نحن الاثنين مين بده يساعدنا؟ الناس يلي ماشية بالشارع. على الأقل إذا ضليت برا أنا بكون عم حوص هون وهون. والمليون ليرة؟ الجماعة لسه ما دفعوا، وأنا إيدي مربطة ما عم بقدر لاحقهم.
بسيطة فرجاني يعني سيارة. اسمع مني، روح خد لك صبية حلوة وخدها على البيت واشرب لك كاس انت وياها وروق راسك، وصدقني ما رح يصير غير كل خير. اصلا انت هذا الشاطر فيه. والله يا امي الشغلات اللي حيسمعها عن ابوها لنورة ما فيها شي بترفع الراس النوب. بتعرفي لك امي، عملنا حساب كل شي الا هي. مين بيخطر على باله انه ابوكي يروح يسأل عنا؟ هلا بالعادة اهل البنت هن اللي بيسألوا عن الشاب مو العكس. واضحة امي، هو ماله مقتنع بهالجوازة وبده حجة ليرفضها. انت ليش عطيتي العنوان صح؟ شو هالحكي؟ يعني اذا عطيته العنوان غلط وراحوا وما لقاهن رح يبطل يسأل عنهم مثلا؟ اخ يا امي، لو تعرفي شو رح يساوي فيه وفيكي لما يعرف. امي نحن ما دخلنا، ما بنعرف شي عن عائلة البنت نهائيا، لا من قريب ولا من بعيد. اليوم صعب انه نشوف بعض، لازم ارجع على البيت. ولا يهمك، خذ راحتك. ماشي، بحكي معك بكره. اوكي، تصبح على خير. انت من اهله. يعني قد ما طالت هالعلاقه اذا ما تزوجنا رح تنتهي ورح يرجع لمرته واولاده. ماما بدي اسالك. شو حبيبي؟ بنصف اولاد الرجال اللي بده يتزوجك؟ ما بعرف. لك مو كان لازم وحدة منكم اليوم تروح تساعد رؤى؟ كل اللي عازمتهم ست أشخاص، لا وعلى كاسة متة وبدكم يانا نروح نساعدها. لنشوف حضرتك بكرة لما رح تروحي تتجوزي وتعزمي شو رح يصير فيكي. والله أنا من جهتي وقت بدي أعزم ما رح أعزم غير بالمطاعم، وإذا اضطريت لي على شي عزيمة بالبيت فبجيب الأكل جاهز، وين المشكلة يعني؟ ما بعرفك. يعني حضرتك ضامنة إنه اللي رح تتجوزي رح يكونوا مصاري كتير كتير كتار وما بيعرف وين بده يروح فيهم؟ رؤى مانا صغيرة، وكل ما خففنا التدخل بحياتها بيكون أحسن. يعني بس هي أول مرة بيجيها ضيوف. إيه بس مو أول مرة بتحط أكل، ومو أول مرة بتشتغل بالبيت. الصبايا شاطرين وما بيخاف عليهم. مزبوط، هذا الحكي بينقال عني وعن رؤى. أما غير جماعة فعندهم شوية استثناءات. والله إمك بتعرف إنه بالبقى لي الدلال إلي أنا. حبيبتي نحن أهلك ومضطرين ندللك، أما شو ضمنك إنه عريس الغفلة رح يدللك مثلنا؟ إيه وحياة عينك لحتى أدلل وآخر دلال، وبكرة بتشوفي كيف. لو بدها تشتي كانت غيمت. يا نسرين، هي ما صدقت أنت تخلص من شغل رؤى فيها، طلعتي لها أنت. آخ لا حول الله من قوة. جلال إذا بنتركه هيك رح يضيع. أنا برأيي إنه الزواج هو الحل الأمثل. لا بابا لا، أكير أنا خايف إذا جوزته يضيع على حاله لا عنده غير أولاد. بس المشكلة يا بابا إنه جلال ما عنده هوايات، لا بيقعد على النت ولا بيتابع أفلام لا بالسينما ولا على الدي في دي، وما أنا ولد صغير مشان أقعد لعبه وسلي. ولا صحيح صبحي ليش صرفته من المعمل؟ والله الشاب مرتب وغير أبوه. هلا أنا اللي شفته إنه بالفعل الشاب غير أبوه. خلص معناتها رجعه، بس خلي عينك عليه. وينك أبوه ما بدي يشوفه شو بنوب. مثل ما بدك بابا. بابا وفي شغلة تانية. لا لا تقولي لي موظف جديد. لا بابا، مشان البيت اللي وعدتني فيه. ايه ماني نسيانه بابا، رح سجل لك بيت المشروع باسمك وبعدين ناخذ لك بيت تاني اذا ما عندك مانع. طبعا عن جد بابا. شو سلوان؟ والله انا ما عندي مانع طالما رح نخلص من سوسن على السريع. طيب والسياره؟ لا لا، موضوع سياره بدنا نجله شوي بابا. انت شايف الزبط بس هو هذا اللي بعرس. من امتى كان يهتم لهالدرجه؟ من امتى كان يجمعنا لحتى نحكي حديث عيله بهالطريقه؟
راغب. راغب. قوم بقى خلصني. شو في؟ ما انا تركت بيت اهلي عشان فقت بكير، حل عني. لك قوم بقى خلصني قوم. شو بدك؟ تعرف انا حاسس انه ابوك هاليومين طريان شوي، بقى قوم انزل على الورشه وخلي الامور تروق بيناتكم. ابي طريان ما ابي يأس من حجار الجرد اللي عنا بالضيعه، ما في شيء بيطريه، هذا ابي وانا بعرفه. يا حبيبي اذا انت حابب ابوك يساوي اللي بدك اياه، صايره شوي طيب. يلا قوم خلينا نمشي. بتعرف اذا صار مشكله اليوم بالورشه رح يكون بسببك، عم اقول لك من هلا. ها ماشي قبلان، على كفالتي، قوم يلا. الو؟ ايوه موجود، رح خبره. استاذ جهاد المحقق طالبك. شو يا شباب؟ معقول يكون هو ورا القصة؟ المحقق كل يوم عم يطلبه. يعني هلا هو جهاد له مشاكل بالمديرية، بس مو من هذا النوع. بالعادة اللي بيعمل هيك قصص بيكون سلاله من تحت لتحت. مين ما كان يكون، المهم نخلص من هالقصة بقى. شو هالحكي؟ اللي بيسمعك أنت بالذات عم تحكي هيك بيقول إنك رايحة راجعة التحقيق. أنا متضايقة عليكم، أنتوا رفقاتي وبيهمني يلي بيصير معكم. طولي بالك على حالك، بكره ما بتلاقيهم غير طلبوكي على التحقيق مثل ما صار فيني فجأة. معكم ما عندي مشكلة روح على السجن. اها خير ان شاء الله. والله شو كل هالحب هاد، والله ما عرفناكي. الله يسامحك، معقول تشكي بحبي إلكم؟ كأنها عم تسمع وائل هالحكي، معقول يكون في شي بيناتهم؟ خلاص فوضت امري لله. طلع انت على سيارتك والسياره الثانيه رح اخليها واقفه بارضها. بس هيك حرام معلم. لك حرام يوجعني راسي، حرام شارك بهالتخديص كله. طيب ولقصوطه؟ من اجر سيارتك، واذا قصرت بيعيني الله. ماشي انا رح اطلع على السياره. سلام عليكم. مع السلامه. يعني انت بتحب المشاوير والفوتات والطلعات؟ يعني بحبها. مشاوير مثل شو قصدك؟ يعني مثلا سهرة، زيارة رفقات، روحة مطعم، هيك شيء يعني. والله ما بعرف، حسب الظروف، حسب السهرة والناس. يعني ما عم تعطيني جواب واضح. انا عارفان شو بدك من ورا كل هالأسئلة. يعني انا حابة اعرف انه لما نتزوج وانتقل من بيت لبيت، يعني شو الشيء اللي رح يتغير هيك بحياتنا وشو رح نعمل هيك يعني؟ اكيد في شيء كثير رح يتغير. الزواج مسؤولية، أطفال، حياة مشتركة بيننا. آه بس هيك؟ لا يعني وكمان رح يتحقق حلمنا ورح نعيش تحت سقف واحد. دخيلك دخيلك بهالجمل. أنو جمل؟ هي تبع تحت سقف واحد ومدري شو، حسيت حالي بشي فيلم تبع الأبيض والأسود. بس فهميني عن شو عم تسألي؟ يعني أنا قصدي مثلا رح نطلع نتعشى بشي مطعم، نروح شي سهرة مع رفقاتنا هيك يعني. يعني إذا وضعنا المادي بيسمح ليش لا؟ ها هذا اللي بدي أوصل له. يعني انت مالك ضد فكره الفوته والطلعه والروحات والجيات؟ اكيد لا. بعد ما نشفت لي دمي
بس يلا ماشي الحال مقبولة، ولو انك علقت لنا اياها بوضعنا المادي. يعني بس لو اعرف سبب هالاسئلة كلها اللي طلعت ببالك فجأة. المهم بدي اياك تعرف شغلة، انه انا غير سكنة بالشام ما بسكن، وحتى لو بغرفة وحدة ماشي الحال. والجاية على الجنينة هي كل يوم بدنا نجيها انا وياك. ايه ايه امي ايه، هاي الانسة سوسن قدامي، وهي اللي قالت انه ابوها قال ترجع على المعمل. ساعة غضب لك امي، ساعة غضب، وكتر خيرهم لهالجماعة، والله يعيننا على هالزلمة اللي بيسود الوش. ايه ايه امي ايه ايه، خلص خلص على السريع، يلا قوام رجع على المعمل، الله يرضى عليك. الله معك، مع السلامة. يسلموا هالايدين، واعتذري لي من الوالد من شان الله، حصل خير. والله انعم واكرم من الاستاذ احمد واولاده والله. واكيد اكيد السيد الوالد فهمني غلط. حصل خير. اول شيء السلام عليكم. وعليكم السلام. عن اذنكم. الله معك. لك تعمل لها شويه ريجين، ايه بتصير احلى، وعلى مصاري ابوها ايه بظل غسوا ازل غطوا. هلا خير، شو بدك؟ ما بدي شيء، اشتقت لك. مرتي وام اولادي واشتقت لك. مصاري وما معي. هلا مين قال لك بدي مصاري؟ خيرك سابق. لكن خير، شو بدك؟ اسمعي ام صبحي، دبريني شغل مثل العالم والناس، ها بعتيني على هذا معمل الغزل والنسيج، وشو شغلوني هنيك؟ عتال، ما لي مصلحة، على قوت كراكن وجيب كراكن، وطلع بالكراكن وانزل بالكراكن، وأي كراكن، مو الكراكن اللي براسك، كل كركار قد ولاف زي 56. والله هذا اللي طلع بإيدي، ما عجبتك الشغلة اتركها، مو تبهدلنا قدام العالم وبتتسبب بتقليعة ابنك من المعمل. لك هو فهمني غلط، فوق ما كنت بدي وجبه واعزمه على سهرة مرتبة. سهرة بالكباريه؟ ايش مفكر كل الرجال القليق مثلك؟ شو ام صبحي خانم؟ كأنه ببالك مشكلة ولا جدك عم يهرشك والعصفورة ما قالت لي؟ وطي صوتك، وطي صوتك، نحن بالمديرية مو بالبيت. لك انا عرفي شلون بدك تحكي معي. ها هلا شو بدك جاي لهون؟ لك لاقي لي شغلة تناسبني، لا عم ارضينا بالهم والهم راضي فينا. عم اقول لك شغلة تناسبني، مو احسن ما اجي كل يوم والتاني ونطلك واقول لك اعطيني مصاري ام صبحي. شو سمعت ابوها لنورا؟ مرته الثانية بتعرف شو بتشتغل؟ ما بتعرف. لك شلون بتعمل على حالك تصاهر هيك واحد؟ شلون تسمع لحالك تفوت بيتهم؟ هل فهمني شو ذنب البنت اذا كان ابوها هيك؟ ونحن شو ذنبنا؟ شو ذنبنا نحط ايدينا بايديهم؟ ها؟ واحد مثلهم شلون ممكن يكون مربي بناته؟ فهمني. البنت أشرف من الشرف، أنا الوسخ، ما هي أنا الوسخ. لك شو بتقصد؟ ما فهمت عليك. راغب، أنتوا عيلة محترمة، ما بيصير تقارن عيلتكم بعيلتهم. فهمني شو بتقصد؟ ما فهمت عليك. ولك شو بتقصد؟ هذا الولد عامل شي مع البنت؟ لا معلم، لا ما في شي، شغلات ولدني يعني، طلع معها هيك مرة مرتين على الحديقة، ففكر حاله إنه ما بيقدر يعيش من دونها، هذا كل الموضوع. وإنتي شو عرفك؟ ما أخوكي راغب اتصل من الورشة وسأل عنه. ليش راغب رجع يروح على الورشة؟ إيه رجع، وهذا اللي مخوفني. هلا اذا ابوكي سال على الجماعه وعرف بالبلاوي رح يرجع على الورشه ويشوف اخوكي ورح يعلقوا مع بعض. ايه وانا شو ساوي هلا؟ تعالي على البيت، واذا صار ما صار يا امي بروح انا وياكي على الورشه. طيب طيب يلا هلا بجي. ماشي سلام. خير راغب فيه شيء؟ لك لا ولا شيء، بس اتخانق من كم يوم هو ابي على قصه ما لها طعمه، عم بطل ينزل على الورشه، واليوم قرر يرجع، وامي خايفه انهم يرجعوا يتخانقوا. اذا بدك خدي ساعيه وروحي. ايه هو هيك، انتي وقعي لي اياها ماشي؟ تكرم عينك. يلا انا رايحه، بدكم شيء؟ ما في شيء؟ لا
بتلاقى شغلة صغيرة. اهديري بالك على حالك. سلام. مع السلامة. الله معي. ايه صحيح شهاد، بدي اسألك، انت بعدك متذكر كلمة السر اذا لزمون شي من سيستم الحاسب؟ انا ما عاد دخلني بهيك قصص، بدك تعطي كلمة سر اعطيها لمين ما بدك، انا ما دخلني. جهاد مشارك بقضية الفساد معناتها أكيد استغل كلمة السر اللي عطيته إياها يوم ما كانت إيد أمي مكسورة. أنسة نسرين، خير أم صبحي، لازمك شي؟ بدي إياكي بخدمة الله يخليكي. إيه إذا بقدر تكرم عينك. جوزي أبو صبحي قاعد بطال يعني بلا شغل، بقى إذا بتسمعي حدا بده شغيل خليني ببالك الله يخليكي. تكرم عينك إذا سمعت بهيك شي. يعطيك العافية ويطعمك ابن الحلال يا حق. تسلمي تسلمي. مصبحي. ألو. أيوة إيه أنا نسرين، كنت طالعة على المستشفى بعد شوي. كيف يعني ما في جرعة على وعد؟ شو زنبه هي؟ هو أصلاً بده يلاقي شغلة لحتى يوقف بوش زواجتي من نورة. الحق معه. انت هلا لو تقدم لاختك عريس ابوه عنده هيك سمعه تقبله؟ هلا هذا حكي. شو بكون شو بكون هيك طالع اصواتكم لبرا؟ شو بكون؟ طولوا بالكم. ما رح طول بالي، خلاص ولا خلص بقى. رح علي صوتي لا يوصل للورشه، خليه يسمعوا وخليه يسمعوا كل الناس. انا اغتصبت نورا، انا اغتصبت البنت وتي اتجوزها، واذا ما رح يوافق رح اسلم حالي للشرطه. مين هي اللي اتصبتها؟ احكي احكي مين هي اللي اتصبتها؟ انا ارجعتك من الاول. هديك كلمتين، انا اغتصبت نورا. عم تسمعني؟ انا اغتصبت نورا ودي اتجوزها لصلي خلطي واستر عليها، واذا ما وافقت رح اسلم علي الشرطه. اتصبتها؟ لكي وين؟ لك انت؟ لك انت ما بتخاف ربك؟ ما بتخاف من الله؟ لك ما فيك شراب؟ ما فيك ناموس؟ والله بخلص عليك، والله والله بخلص عليك. والله 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 بمرآة أرى فيها
تظهر الدمعات من قهري. لا تحتضر يا حلمي الغافي على الشرفات، أطلقني من سردابي حررني ولو لحظات. لا تحتضر يا حلمي الغافي على الشرفات، أطلقني من سردابي حررني ولو لحظات. أطلقني طيرا قد فلت من يد فوق حقول الحب والبسمات.